اهلا اهلا اهلا، واخيرا راح نفتح البومات اكسو. زي ما انتم شايفين كنت لابسه خاتم شيومين عشان كده انه يجيني حركات، بس هتعرفوا. اخ بس قربوا قربوا، جيبوا معاكم شيبس ولا قهوة شاي اللي تحبوه عشان الفيديو طويل 33 دقيقة. زي ما انتم شايفين أخذت الست كامل، قلت هذه أول عودة لإكسو من سنتين تقريبا أو سنة، ناسي والله. أخذت هذه النسخة اللي هي EXO، هذه أول نسخة إي، وأخذت 8 ديجي باج، وأخذت 8 الإس ميني. هم يسموه إس ميني صح؟ يسموه اسمها كده عادي، صحولي في التعليقات. طبعا كل ألبوم الانكلوجنز حقها يختلف عن الألبوم الثاني. مرة استغربت صرت أقول لأني ما شفت ولا شيء على الألبوم، فاهمة عشان فاهمين عشان أتفاجأ. فلما شفت انكلوجنز ذا الألبوم عن الإكس والأو، جالس أقول أوه ماي جاد ليش إنه مختلف، بعدين اكتشفت إنه الانكلوجنز في كل ألبوم مختلفة، وكل انكلوجنز تخليكم تقولوا ابغى ذا الالبوم عشان انكلوجنز ذا، لا ابغى ذا الالبوم فاهمين انه عشان انكلوجنز ذا. بس بالنسبه لي اكتبوا لي في التعليقات ايش حبيتوا اكثر الالبوم. ذا الالبوم شوف انا مره احب ثيم الفامبايرات من ورا في الثانوي، اعشق الفامبايرات اعشقهم. فذا الالبوم احس مره دخل مودي. طيب نشوف ايش يومين وتشان مرة حبيت الحواجب والبيفي وتشين هنا. او ماي جاد او ماي جاد تشين هنا الصراحة، هنا كل ما اشوفهم يدخنوا يقولهم باد باد التدخين باد. كلهم في دار ألبوم احس ماني عارفة هنا شوف او ماي جاد ماني عارفة اختار مين اللي عاجبني مين، سوري يعني بايس شيو مين، بس ماني قادرة كلهم حلوين جوا كاي مرة وحشنيني يعني حقنا. كيونغسو أول مرة أشوف البلوزة دي مرة كيوت، أحسهم كأنهم خارجين من فامباير دايريز كده، ولا من حقبة زمنية قبل يعني فاهمين الفامبايرات. مهم مرة حلو، شوف التاريخ مرة عبيت مرة حبيت كل شيء في ده الألبوم، كان بيرفكت صراحة. ستايلست جود جوب، مع انه لبس بيكيون شايفين حسوا عادي، بس هو بيكيون محل اللبس صراحة. سوهو التصوير هنا حسبت عشان مو لابس شير بس طلع لابس. معليش انا مع انه شايفه الالبوم بس بشوفه معاكم مرة تانية كأني اول مرة. شوفوا شو هنا مرة احب شعره الطويل جود كاي سيونا، شوفوا كيف هنا ترى حلو بيت الحرب. او ماي جاد كيف تحسوا نظراته شو ينام بس حلو يعني انه حركة سكسي فاهمين. بعد التدخين هنا بقول لكم الحلق حقه مرة كان حلو. او ماي جاد سيونا بكيون يا اخي مرة حلو، ترى بدأ بكيون يتسل قلبي، بس بقول لكم يعني حتشوفوا مع الأيام مش حصور. بس يفضل نمبر وان شيومين عشان لا يزعل مننا. شوفوا يا قلب الصغير لا يتحمل. او ماي جاد مرة حبيت ستايل الشعب الطويل. اللي بدأوا مرة فاهمين كده يقولوا حنين حبينا بكيون وتشانيول فجأة كده يبون يحبهم كده خاصة في ده الألبوم في دي العودة الصراحة. يعني هي تخيل جسم
كيف مقربين الشمعة مرة؟ بعدين افتكرت انه فوتوشوب. يا الزيون مرة حلو هذه الصورة ولا حطها سيدي، مرة حلو. خلصنا من نسخة ايه هذه الانكلوجنز حقها. لازم تنتبهوا للانكلوجنز عشان تختاروا الالبوم اللي لو تبغوا، يعني مثلا البوم واحد تختاروا الالبوم اللي يعجبكم. ده هارد بوستر، فاهم؟ شايفينه قد تقريبا الالبوم، وده تقريبا بوستر اصغر، وده شو من جاري. او ماي جاد، بالنسبه لي دي من افضل كاردات سيهون اللي عندي اللي انا امتلكها. مره حلوه، مره حبيت السود. هادي معلش طولت عشان بشوف، ما اعرف ليش بشوف ما المهم خفية الفوتو كارد، بس ده الفوتو كارد احرسه بحياتي اكسيهم. الحين دي اللي بفتحها البري اوردر بينفيت من كيتا فريو. شوفوا هو على حسب من فين تاخدوا البوماتكم، كل بري اوردر من كل موقع يختلف عن الثاني. اذا ما خاب ظني البري اوردر بينفيت بس للفوتو بوك، مو للديجي باج او الاسم او الاسمني. شوفوا امانه كيف شوفين هذه الكارت، مره كان نفسي، قصدي هذا اللبس حق شيومين كان مره نفسي جاني منه فوتو كارت. بس مره سيون، مره كيوت، مره المكني ده احبه. قائدنا الجميل، هي مرة مبسوطة الصراحة بال pre order benefit. الألبومات حط لكم معلومات الشخص اللي دخلت معاه group order في صندوق الوصف، فشيكوا عليه تحت الفيديو. النسخة الحين دي اللي بفتحها نسخة X. صح، لا تنسوا تكتبوا لي صندوق الوصف أي نسخة من الفوتو بوك عجبتكم أكتر شيء، عشان حتعرفون ايش عجبتني اكثر شيء. واي اغنية من الالبوم لازم تكتبوا لي. لو ما سمعتوا كل الاغاني عادي اكتبوا لي الاغنية اللي سمعتوها وحبيتوها اكثر شيء، ولو سمعتوا كل الاغاني اكتبوا لي بالترتيب ايش حبيتوا اكثر شيء. طيب عشان ابغى اشوف انتوا زيي ولا لا. احس كل ما اسالكم ده السؤال اغلبكم لما تجاوبوا على ده السؤال مرة مرة انتو زي، فعشان كده احب اشوف اذا اغلبكم زي ولا لا. بس للآن اغلبكم زي. ده الالبوم مرة كيوت، احسه كيوت اكتر من انه حلو. يعني اشوف الصور اعضاء اكسو مرة كده كوني فاهمين. هنا الناس اقول ده بس شمين بطلون جد. شوف أمانة، عشان كده أقول لكم ده الألبوم مرة كيوت. شانيول شايفين بدا اللبس اللي هو لابس برتقالي. طيب أنا أول ما شفته قلت أوه ماي جاد لابس نفس بلوزة شيومين البينك، بعدين لما ركزت إنه لابس برتقالي. شايفين باين برتقالي هنا، بس في صور باين كانوا بينك هنا كأنه فضائي. كاي صورة كيوت مرة، وحشني. بيكيون مرة كيوت يا أخي، أحس مرة ظالمين شكل كيونغسو هنا بدار لبس. أحس الجينز كده جينز كامل ما حبيت، لأنه هو مرة كيوت. هنا مرة حبيت شكل شانيون شيمينا، مرة كان نفسي أخذ فوتو كارد شيومين بلا لبس. نتمنى ونتمنى ما يجينا اللي نبغاه. أخص عليك يا شيومين. ما نشوف كيف حسة. اوه ماي جاد، بلاش شكل حلو. فايب في دار الالبوم، فايب كاي وسيهون نفس الشيء.
تحس نفس الانرجي. اوه شوف كيف شعره بخربص بس مرة شكله كيوت. نفس النظارات، نفس بعض الحركات كذا، مرة كيوتين. أمانة شوفوا كيف كل ما أشوف كاي يقولوا وحشتني. هنا شوفوا كأنه محطوط له نمش، مرة شكله كيوت شمينة. كانوا خارج من مجلة التسعينات بيكيون. ماني عارفة من اختار شيبين ولا كان نبي تشين. مرة شكله حلو، كنت بقول تشانيل. هنا تشانيل مرة حلو، هنا شك دلو حقنا قائد الجميل سوه. شايفين ما اقول لكم نفس الفايب. مرة حلو يا شوفينه، شوف كيف حلقه. هي بقول انه مرة فاهمين لما تشوف شيء كيوت. انا اشوف كده شيمين، ما ادري كيف هو اكبر عضو في الفرقة. بحس كذب حلو. هنا مرة شكله حلو بكيان. مرة حبيت الصورة حقت سيهون اللي من أسفل. ترى كل سيدي يختلف عن السيدي اللي قبله. ذاك كان أسود، هذا أسود بحواف بينك. إذا أنتم ملاحظين روح شوفوا في الصور. بشرب قهوة الحين. دي الانكلوجنز، شوفوا كيف تختلف عن اللي قبل. جاتني بوست كارد متحركة لكاي، مرة كيوت. أعتقد اسمه بوست كارد، وده بوست كارد حقيقي لتشانيل. أكيد شفتو، أكيد شفتو. أعتقد في واحدة بنت مرة كان نفسها في دار فوتوكارد، وأنا مرة ممتنة إنه جاني الصراحة، لأنه ما جاني فوتوكارد تاني للبيكيون منه. الحمد لله جاني ذا. دي نسختهم. أو هتعرفوا من حركات الحين إنه دي أكتر نسخة حبيتها. ما أعرف، أنا مرة أحب الفايبس دي، بيبس البحر كده فاهمين، والطبيعة مرة 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 أعشقها أعشقها. شفت أغنية Let Me In قد إكسو؟ أحس كل ما أتفرج كده أغنية نفسي أسرح في جمالها. فبالنسبة لي دي أحلى نسخة، سواء أشكال إكسو فيها ولا بكل شيء. صراحة كل شيء كل شيء كل شيء كان بيرفكت. شوفوا بالله أمانة كيف بكين ورا البحر، حلو. بحب إنه شعرهم ما هو مصبوغ هنا كله، فهم شعورهم الطبيعية. حتى لو مصبوغ شوفوا زي كاي، بس إنه متماشي مع تصوير. مرة شكله كاي حلو. هنا حبيت مرة دي الحركة، إنه كل واحد حطينا العبارة حقته، كل عضو حطينا عبارته. دحين وأنا بأتكلم معكم الأغنية جالسة تدندن في راسي. مرة حبيت مرة الأغنية. هنا تشانل كان بالنسبة لي عادي، لأنه أصلا هو في الأغنية لو شفتوها كان هو إنه في عالم مختلف. بس مرة حبيت. لازم أسوي لكم، شوفوا هنا ما حقرأ لكم العبارات، حقرأ لكم هي في ديجي باك عشان أوضح. بس
مرة حبيتينه، مرة كيوتين. هنا ذكرني هم بيشربوا القهوة بيونيفرس، ألبومهم الأغنية. مرة حبيت أنا شكل كيمكسو. أحس كل واحد بيقول الكلام كده يأثر فيا، ما أعرف أنتوا زيي ولا لا، بس أنا أأثر. ومن وقت العبارات هنا سيهون مرة شكله حلو بالنسبة لي. سيهون من الألبومين، سيهون هنا مرة حلو، مرة حلو مرة. هنا سوهو فاكتبوا لي انتو، لازم اعرف انتو ايش عجبكم، اي نسخة اكتر شيء. خليني اقول لكم انا ايش حبيت. لحظة افتح لكم عشان ماني حافظة لست الاغاني. شوفوا اول اغنية عندي مرة احبها اللي هي الاثنين. طيب بعدين حبيت هنا مرة كونتن، هنا نرجع لعب هنا مرة كيوت شومي. حرفيا ما أعرف كيف شيومين عمر 33 دحين. أو ماي جاد، حرفيا ما أكبر. وإكسو واحد قبل يوم تقريبا أمس شفته بيقارن سوهو قبل 4 سنين وصور سوهو الآن، حرفيا ما تغير في النقطة نفس سوهو. وأحسهم بالعكس كل سنة، فجأة صوتي راح. كل سنة أحس شكلهم أصغر ما يكبروا، ما عمرهم ما يتقدم لقدام، برجع لورا حرفيا. Oh my god شو مين. حبيت الأساور اللي لابسينها هنا مرة. مرة كيوت نيني. أنا لو عليا حرفيا أجمع لكل إكسو، بس ما أقدر ما أقدر يعني كفاية. حتى ما بجمع للشيومين، بس إني أشتري بس أغراض الشيومين ترى مرة مرة يتعب. مرة أعرف ناس أو ماي جاد يدفعوا اللي عليهم اللي قدامهم اللي وراهم عشان ياخدوا مثلا يجمعوا إنه عضوهم المفضل. هنا مرة ذكرني بكوكو بوب، مرة كيوت، مرة أحب دي الفايبس. مرة حبيت كيوتين، مرة شكل كيمكسو حلو هنا. بيكيو أنا أحسه في دي العودة مرة كيوت، مرة مرة حتى حركاته في جلسات التصوير. وتشنتي كنت تحسيه ما أعرف بس مرة الفايبس حقتهم حلوة كلهم. شميلة مرة حبيت دي الصورة اللي نزلوها، so cute. ده السي دي زي ما انتم شايفين. اللي ما يعرف السي دي كيف اشتغل، لو لابتوبكم او عندكم كمبيوتر مخرج السي دي تحطوه في الكمبيوتر او اللابتوب، تشبكوا جوالكم بعدين تنزل اغاني على جوالكم او جهازكم. شايفين هنا الانكلوجنز، هذا بوك مارك وداك زي ست صور، مو ست ما اعرف يسموها بس صور، وهذه بوست كارد والفوتو كارد. جاني سوهو وانا اشوف كيف. لو لاحظت ترى هنا في نمش على خصمه، مرة كيوت. مرة مبسوطة انه في ناس جاهم في الفوتو بوك مكرر، فالحمد لله
انا ما جاني شيء مكرر. دي حصيلتي من فوتو بوكس الحين، تشوف تجيب هاك، حنفتح ألبوم شيومي. مرة كيوت، شوف ايش كاتب. For long lasting love will freeze my heart. كتلبي عشان فاهمين قوته وكتبت كده. معليش مسرعة ألبوم الدقي باق، لأنه مرة الفيديو طويل فخليته دقيقة. even buyer you meet مرة شكله حلو. كده خلصنا من ألبوم شومين، هذا إعلان الإس إم، وده ميني بوستر. جاني كارتي هون كيوت ماسك حقة البوكر. الحين حنفتح الموسو يا أخي. سوهو مرة مرة حلو. سوهو كاتب We gently blew up with wings that have lightly spread. كيوت. طبعا السي دي نفس السي دي في كل الثمانية ديجي باك. حبيت انه الديجي باك نفس ثيم اول البوم كده، مرة فخم الصراحة. Oh my god شكله حلو، مرة حلو مرة حلو. هذا الاس ام ما منه فايدة. تصدقوا ماني عارفة هو بيشرب عصير فيه ليمون ولا ماسك كاسة فيها بيسبول، فاهمين؟ بيسبول في كاسة مع الموية، ما أعرف. بس شوفوا إيش كاتب بيكيان. To the future with us who resemble light. مرة أحبهم أخي بيكيان، مرة حلو. وأنا أقول ليش تسلل اللي قلبي ترى غير إنه بيكي مرة حلو، مرة مرة حبيت شخصيته هو تشاريون، بس بيكي أكتر الصراحة. كنت مرة تحسه أهبل، بس أهبل بطريقة كيوت، كده حبيته. هذا الاس ام جاني كيونغسو. يا أخي كيونغسو نفس الحركة، يا يسوي ثامبز اب يا ما يسوي ولا شيء. يا ريته يرجع يسوي حركة الجبهة حقته المشهورة، شن مرة جميل. كاتب to you who grows brighter with every step. يا أخي اكسو، يا أخي حبهم. أتخيل أول ما شفتي له شن والبوزز اللي مسويها في التصوير، شاس أقول أوه ماي جاد، هذا مرة ينفع يصير عارض بجوهرات. ليه تسألوني أول ما شفته؟ قلت كده ما أعرف، بس مرة حسيت لو أنا بدي أشتري شيء حشتري منه حرفيا، لأنه طريقة ما أعرف كأنه بيعرض لي مجوهرات، مو بيعرض لي للألبوم، فاهمين قصدي؟ أوه ماي جاد جاني فوتوكاردو. هيشوف بالله المفروض حتى القلب ما يسوي كده، بس حلو منه نتقبلها. وسوري ترى ما بترجم الكلام اللي وراه لأنه ماني لاقية للأسف ترجم. هنا تشاني والكاتب Don't worry if the darkness approach I will shine the light towards you. مرة أحب تشاني، هو ثالث شخص مرة دحين بدأ يدخل في قلبي. مرة حبيت الفايبس حقته هنا. أشوف شكله هنا مرة حلو، مرة حلو مرة حلو مرة.
رجعني. اوه كاي نيني وحشني مرة. نفتح البوم كيونغسو، كاتب ايش؟ Realizing you are the light I've been searching for. من البوستر عنكو كمان جنن مسكرة أمو جنن أكتر حسن كسفت أنا وقرأ الكلام. Oh my god مرة شكرا حلو. شايفين ليش أقول لكم إنه كانوا في امباير؟ مرة حاطين الميك اب حقه كأنه من جد في امباير، مخلينه مرة بيل. و كيونغ سو مو بدار بياض يعني، بس مرة حلو ماشي ماشي على الثيم، حبيت شكله حلو. سلام نحرك بنمني شكلي حارج حابيع الكاردز اللي جاتني مكررة، حابيعها بإذن الله. أنا كاي مرة شكله كيوت. وكاتب Here I am and everything I do is for you. كل كل شيء يسوي لي نحن وتلوموني وتلوموني في حب إكسو. كل ما سجل كل الناس تتصل علي سبحان الله، ولما أوقف تسجيل أوقف الاتصالات. نرجع للألبومات. هو أنا شوفوا كيف كاي مرة كيوت، أحس كاي مهما سوى نفسه فاهمين يبين جانبه الثاني، بس في عيني يفضل كايم مرة نونو ما عرفته. حبيع حبيع الفوتوكارد، حننزل ان شاء الله بوست، تابعوني على انستا ان شاء الله ببيع الفوتوكارد المكررة. الحين نفتح البوم سيبون. كاتب our gentle pulse and shared breaths cute. خيسي هون مع انه هو المكني، بس شوفوا لما تشوفوا لي الفيديوهات تحسوا مرة كيوت، بس في تعابير وجهه احسه مرة سيريس، بس برضو انه حلو حساسة. بس احس كاي فاهمين العكس، مع انه سيون اصغر بس اشوف كاي اصغر في تعابير الوجه. اتمنى انكم فهمتوني، احبهم كلهم. رجعني مكرر آخ بس زعلانة. الحين نفتح الاس الاس ميني اس ميني اس ام اس ام، دايما اقولها اس ام لا تسألوا ليش. اس ميني من اول ابغى الحق الشيمين عشان اعلقه في الشنطة حقتي مع الاشياء اللي معلقتها. يبقى راح احط لكم الصور في الجنب واوريكم الشنطة، بس مرة كيوت. حبيت انه بينك، مع اني مو لون انا افضل بينك، بس حبيت انه بينك بسوي انرجي، بس ما جاني شي يومين للاسف. جاني سيوت بس كيوت، بس كنت بشي يومين للاسف. الحين خلاص حوريكم بس ال نفس الوصلة، ما أعرف من قدام خلاص ما حوريكم هي من ورا، نفس الشيء. ولا كيوت كيانكسو، شايفين كل الباك لكل فوتو من كل من الديجي باج ولا من الفوتو بوك تختلف عن الاسمني. لازم ارجع كل شيء انا اعرفه بضيع وقتكم. بيكيان بشرة شكله حلو، شكله حلو حضيفه مع حقة شيومي. هتنضاف مع الفوتوكارتات اللي تنباع
حرفيا قبل فترة بس أقول فجأة كده حبيت تانيو وبيكيون، وكانوا دايما تخيلوا بيكيون كان دايما يطلع لي أكتر من واحد، مرة شكل شيء حلو في الألبومات، يعني مرة يجيني بيكيون بكثرة. بس من يوم ما أعلنت حبي لي للهوى حرفيا بيكيون ما جاني غير واحد فتوكات، يعني ها أفسدت عليكم، ما جاني غير واحد فتوكات بيكيون. لما قلت تاني واحد حبيته انه بعد طبعا شيمين، تالت واحد قصدي تشانيل، حرفيا ما لنا غير واحد، ودائما كانوا اللي يجوني اكتر مرة يعني كتيرين بيكيون تشانيل، مو مرة بس انه بيكيون، واللي مرة كانوا يجوني مرة قليل سيهون وكيونغسو. الحمد لله جاني هنا شي يومين، صراحة مرة كنت فرحانة لأني كنت أبغى الصراحة أعرف تكارت مرة. بس شايفين كم سبحان الله، ما تقولوا أبغى شيء تبغوا الشيء كده مرة من قلبكم ما يجيكم، لما كده تطنشوا يجيكم. أخ بس شكله كيوت، أحس مرة يا ريتهم حطوا هنا أشكالهم من الاتنين من الألبوم حقه، مرة كيوت أكتر كارد كيوت من ورا حقته هو حق تاني الصراحة، راسي محركات جوي مرة. أحس كاي مناسب أكتر أحطه مع شيومي، مدري ليه. جاني كارت كاي مرة كيوت، حتى كاي ترى مو في ألبومات إكسو ما يجيني كاي كتير، بس جاني اثنين. وآخر اس ناني بيت مرة حق سيهون، ماسك النظارة جاني سوهون، مرة كيوت بيت النفس التاي. وبس كده وصلنا نهاية الفيديو، أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، حتكون ألبوم جاي هو إن شاء الله. مرة أحبكم، انتبهوا على نفسكم، ما سويت لكم هنا باي بس بقول لكم بالكلام باي، بس والله أشوفكم في الفيديوهات الجاية، السلامة، مرة أحبكم، انتبهوا على نفسكم.